كمان عندي النادي الاهلي اللاعبين الدوليين انتظموا في التدريبات امس، والنهارده كملوا يوم الاثنين، والكلام ده كله. لا نسيب الباب عشان صدى الصوت. اللاعبين الدوليين انتظموا في مران النادي الاهلي امس، والنهارده كلهم بقى بلا استثناء دخلوا في التدريب الرئيسيه. الاهلي بالدوليين محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم ومروان عطيه وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاو وانيو ديانج ومحمود الطاو اللي هو كريستو، انتظموا النهارده في تدريبات الفريق وكانوا زي الفل وتمام التمام، وبكده يبقى القوه الضاربه للاهلي اكتملت. ومحمد عبد المنعم خاض تدريبات استشفائيه في مران امس الاحد نوع من انواع الراحه. والنهارده الفريق بيتجمع ويواصل تدريباته، كده انا صورت لكم صوره من تدريبات يوم الاحد مساء الاحد بالامس هذا. وان شاء الله باذن الله الاهلي بيستعد بقوه لمواجهه حرس الحدود اللي هتكون مساء الخميس على استاد الكليه الحربيه، المباراه المؤجله من الاسبوع ال 16 من مسابقه الدوري العام. والحاله النفسيه فل، واللعيبه فرحانه، والدنيا فللي وتمام التمام. الاهرام الرياضي خد الغلاب بتاعه كولر، ولكن العنوان انا متشائم منه، ده الاهرام الرياضي؟ واخدين كولر غلاف الاهرام الرياضي وقال لك هي لن نتنازل عن اي بطوله. يا رب العنوان ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بمين؟ قالوا شيكابالا والزمالك ما خدش ولا بطوله من اول ما شيكابالا قالوا. فانا ما بحبوش خالص العنوان ده. لا بحب العنوان ده ولا بحب المانشيت ده. خالص. بحبوش خالص. المهم الاهرام الرياضي واخدوا غلاف اهو كولر مع الكاس، واخدين كولر لن نتنازل عن اي بطوله. ما احبش الموضوع ده خالص. نهائيا كلا البتة. ناس بعتت لي بتسال بتقول لي عبد الناصر الكاس السوبر ما بين الاهلي والزمالك اخباره ايه؟ بص يا سيدي الفاضل، كاس السوبر ما بين الاهلي والزمالك، الاتحاد المصري للالعاب الالكترونيه، الاتحاد المصري وقع الكترونيا مع الاتحاد البحريني موعد اقامه مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك 20 اكتوبر القادم في العاصمه البحرينيه المنامه، بين الاهلي حامل لقب الدوري وكاس مصر والزمالك وصيف الكاس. واخد بال حضرتك؟ فالدول العربيه كلها بتسعى للاهلي والزمالك، هتلاقي الامارات واخدين كره القدم، البحرين واخدين كره السله، مش عارف مين عايز كره اليد، فالاهلي والزمالك هيلعبوا السوبر بتاع كره السله في البحرين 20 اكتوبر المقبل في العاصمه البحرينيه المنامه. الاهلي طبعا السنه دي في كره السله خد الدوري والكاس، والزمالك وصيف الكاس، فالاهلي هيلعب الزمالك في كره السله في السوبر المصري في العاصمه البحرينيه المنامه 20 اكتوبر. الاتحاد المصري لكره السله وقع البروتوكول الكترونيا واعلن رسميا السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك في كره السله سيكون في المنامه في البحرين.